يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من مليون ومئتين وثلاثة آلاف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون ومائة وثمانية وسبعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثمانمائة وواحد وخمسين ألف شخص.